وانطلقت الآن الجياد المستوردة في شوطها الثاني للخيال السعوديين المتمرنين على مسافة 1400 متر. وهذا الشوط الخيل المستوردة التي لم تكسب عمره 3 سنوات وأكثر، وقيمة الجائزة 36,000 ريال. والمركز الأول الآن لسعدون فهد في المركز الأول، محاولات من الجواد الحثيث في المركز الثاني ومتأخر بحوالي طولين ونصف عن سعدون فهد المتصدر، بالإضافة إلى محاولات بقية الجياد في هذا الشوط. والمسافة 1400 متر، وسعدون فهد متصدر متابعة من الجواد الحثيث في هذا الشوط. وسعدون فهد بقيادة الخيال حمود الشمري يحاول أن يبتعد عن بقية الجياد في هذا الشوط، وتقترب الآن الجياد من المنعطف الأخير باتجاه خط النهاية. وسعدون فهد في المركز الأول، المركز الثاني للحثيث، ومن الداخل متابعة من سديد وأيضا من بقية الجياد، وسعدون فهد متصدر ويحاول أن يبتعد. بالفعل يبتعد سعدون فهد بقيادة الخيال حمود الشمري ويطيل الفرق بينه وبين أقرب منافسيه ويصل إلى خط النهاية ما شاء الله تبارك الله، معلنا فوزه بالمركز الأول.